مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية الخفيفة على اللسان والقيمة في المعاني والتي تحمل في ثناياها العديد من معاني الشهامة والإخلاص. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم نصيف. نصيف اسم علم مذكر من أصل عربي، مؤنثه نصيفة، جمع نصفاء وأنصفة، وهو صفة مشبهة تدل على الثبوت من الفعل أنصف ينصف إنصافا، فهو منصف يقال أنصف فلانا أي عامله بالعدل والإنصاف، ويقال أنصف الشيء أي انتصف وبلغ نصفه، والنصيف هو الكثير الإنصاف والعدل، الوسط ونصف الشيء أو ما بين البداية والنهاية. والنصيف أيضا هو كل ما غطى الرأس من حجاب أو عمامة، والثوب ذو اللونين، وخادم المنزل، وهو اسم أسرة حجازية. صفات حامل هذا الاسم: إنسان رقيق ومرهف الأحاسيس، نشيط ويمتلئ بالحيوية والسعي والعمل، له تواصله الاجتماعي الواضح وعلاقاته مميزة، يتأثر بآرائه ومواقفه المحيطون به، قنوع ومتواضع، وطموحاته محدودة وليست عالية، عاطفي ولديه رغبة شديدة في الزواج والاستقرار. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم نصيف؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.